أنا يعني الفكرة بتاعت الحسنات والسيئات دي طبعا كانت بالنسبة لنا يعني كمسلمين، إن الواحد كان بيحاول إن هو يعمل حسنات كتيرة، لأن هو مش عارف هو عمل سيئات قد إيه، وربنا يستر بقى في الآخر وندخل الجنة يعني. متروك لرحمة الله. طبعا وبعدين مخيف مرعب، لأنه طبعا مثلا في المسيحية شيء واضح، في المسيح جاء واتخذ جسد وقدم نفسه كفارة. أي واحد في الماضي في الحاضر في المستقبل، الإيمان ده بكون على أساس ما فعله المسيح، مش ما على أساس ما فعلته أنا. بالظبط الأعمال الصالحة بتاعتي لازم تبرهن إنه أنا فعلا دخلت في المسيح، في دائرة المسيح. فما في تعليم بالكتاب بقول لك إذا أنت رحت على الحج، رحت على القدس ولا مكة، أو إذا أنت صليت 3 مرات ولا 5 مرات. مع أنه أصعب الكتاب بيقول صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع. ما عادش فكرة المكان الزمان، ما عادش فكرة إذا أنت مارست مثلا صوم. طب ما في أصوام كتير في الكتاب المقدس، يعني أحبائنا الأقباط بيصوموا 260 يوم في السنة. فالفكرة مش بكثرة الأصوام ولا بكثرة الحسنات ولا بالزيارات لمكة أو القدس أو هاي اللي بتعطيني الحسنة أمام الله. أنا بروح على أساس مؤمن بالله بما فعله من أجلي، وهي بتيجي تلقائيا لأنه بحبه. أنا بروح إلى هذه الأماكن وبصلي وبصوم وبعمل كل هالأشياء.